الأمن من ضروريات حياة البشر، بل واجب على كل مسلم أن يحافظ، وليس كل سعودي فقط، وإنما كل مسلم واجب عليه أن يحافظ على أمن هذه البلاد، هذه البلاد التي بها بقعتان حرمهما الشرع، بهما مكة. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم ماذا قال؟ إن الله حرم هذه البلد، متى حرمت هذه البلد؟ قال: يوم أن خلق الله السماوات والأرض، فالله عز وجل حرمها. ولذا جاء إبراهيم كما في صحيح مسلم وبين تحريمها من باب بيان وإظهار ما حرمه الله عز وجل يوم أن خلق السماوات والأرض. ثم جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في فتح مكة فصدع بها صلى الله عليه وآله وسلم،